صباح الخير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في هذه الحلقة من حوار اليوم مع الوزير السابق الرئيس السابق لحزب الكتائب والأستاذ الدائم أستاذ كريم بكردوني. أهلا وسهلا فيك. الله يخليك أستاذ كريم. بدي أسمح لحالي أنه يكون إذا أنت ما بدك ما بمشي، لكن أنا بعرف يلي بدك بدي. لا حبيب قلبي الله يديمك. بدي أسمح لحالي أقول أنه أكيد رح نعطي الأهمية للموضوعين الإقليمي والدولي، لأنه انعكاسه مباشر ومؤذي وواضح علينا، لكن محور الحلقة ميشيل عون، الرئيس العماد ميشيل عون، عمادا ومرحلة سابقة، مرحلة سابقة من أول الحرب اللبنانية لهلا. ورح أسمح لحالي كمان أقول شغلة، أنه أستاذ كريم بكردوني بما يمتلك من إبداع و أناقة فكر وجمالية أدب وكلام وتاريخ ومخزون كبير، عم بيحضر كتاب عن الرئيس العماد ميشيل عون، مش كعهد عن الرئيس العماد عون، لأنه بعد ما انتهى عهد العماد عون مثل ما قال لي أستاذ كريم تنحكي عن عهده بعد بكير بإذن الله. بس بما أنه حكينا عن هذا الموضوع رح نبلش هيك من هالمنطلق. بدي أسألك أستاذ كريم، هل الهدف مما يحصل اليوم افشال عهد ميشيل عون ام منع عهد جبران باسيل من الوصول؟ ما هي مترابطة، يعني عم تسألني عن موضوع مترابط. لا شك انه الهدف الاساسي اليوم انه ما يقدر الرئيس عون يلبي طموحات وامال التي علقت عليها. هلا انه يقدر يقطع يلي بيقدر يقطعه كرئيس طبيعي عادي، انا برايي هيدا يعني مش هو الهدف من الهجوم على الرئيس عون. الهدف على الرئيس عون الهجوم انه ما يقدر الطموحات يلي علقت عليه، وعلى حال ما رح يقدر يلبي كل الطموحات، لانه الطموحات كبيره عليه والامال كبيره ما رح يقدر يلبيها، ولكن بدهم يعجزوه تيثبت انه ايه رئيس قوي رئيس شعبي بس ما بيقدر يعمل شيء. يعني هاي نظريته بدهم يسقطوا اساسا نظريه رئيس قوي، لانه لحلك هيك تاريخيا بكلمتين كانوا دائما يقولوا ما يلي: بدنا رئيس جمهوريه، بدنا رئيس حكومه قوي، بدنا رئيس مجلس نواب ذات تمثيل وقوي. لما بيوصلوا على رئيس جمهورية دائما كانوا يقولوا بدنا اياه معتدل، يعني عرفت كيف؟ يعني بدنا اياه انه ما يكون قوي توافق بيستعملوا. هنا لاول مره، يعني مش لاول مره، في قبله وصل وحكم كميل شمعون، في قبله وصل وما قدر حكم بشير جميل، وفي هو يلي وصل وحكم. انا برايي خلال كل هذه الفتره هو يمكن رقم 13 برؤساء الجمهوريات، في كل الجمهوريات الباقيين في يعني كان المهم انه ما يكون رئيس جمهوريه ذات تمثيل وذات فعاليه. انا بتصور المخطط الاساسي الموضوع حاليا تيثبتوا انه ما بيقدر الرئيس القوي يكون قوي برئيس الجمهوريه، بده يكون مثله مثل غيره برئيس الجمهوريه، وذات التمثيل يلي بيطلبوه من رئيس انه هلا لا الشيعه بيقبلوا انه ما يكون الاكثر تمثيلا عندهم، عم نحكي طائفه على ما زال هذا النظام هكذا، بيقبلوا الشيعه ما يكون الاكثر تمثيلا لهم هو رئيس مجلس النواب؟ ابدا. انا بجاوب دغري، وانا لو كنت شيعي كنت بدي طالب بالاكثر تمثيلا. هل بيقبلوا السنه يكون مش الاكثر تمثيلا؟ ابدا، بدهم الاكثر تمثيلا وشوي. انا بتصور لما بيوصلوا على رئيس جمهوريه بيحكوا بالاكثر اعتدالا. ليش؟ ما بعرف. من هون ورايح انا بتصور كثير مهم نجاح العهد، مش بس لأنه هذا يرتبط بإمكانية وصول جبران باسيل رئيسا للجمهورية، بس
بحد ذاته نجاح العهد أنا برأيي مش بس بيفتح الطريق أمام جبران باسيل، بيفتح الطريق أمام قول جديد أنه ما الأكثر تمثيلاً عند المسيحيين كمان هو المطلوب، مثل ما هو المطلوب عند الدروز وعند الشيعة وعند السنة. أنا بعتقد أهم من قصة هلأ جواب ببساطة، إيه إذا العهد ما نجح، وأنا بستبعد أنه ما ينجح، أنا إذا العهد ما نجح صحيح أنه يمكن بثلاث سنين ما حقق اللي لازم يحققه، بس أنا كتير متأمل بثلاث سنين القادمة. ولكن إذا ما نجح بالتأكيد حظوظ جبران باسيل تتراجع، وبالتأكيد إذا نجح حظوظ جبران باسيل تمشي، علما بأنه الكلام عن هلأ رئيس جمهورية منذ الآن كله كلام. أنا تجربتي من أيام الرئيس سركيس لليوم بتدلني أنه هذه لعبة الست شهور، لعبة آخر ست شهور، ويلي وفي كتار كانوا حظوظهم كبيرة بالأول ولما وصلوا على الست شهور ما مشي حالهم، في ناس ما كانوا عم ينحكى فيهم بالأول وطلعوا خلال الست شهور هني رأس الجمهورية. أستاذ كريم، هل قادر الرئيس عون يلعب مع الوزير جبران باسيل نفس الدور اللي لعبه الرئيس الراحل الله يرحمه ليس سركيس مع الرئيس الشهيد بشير جميل؟ بالتأكيد. لك رئيس جمهورية لبنان له كلمة هلأ بتقلي هاي موجودة بأي دستور ووين، بقلك مش موجودة بمحل، بس في تعامل دولي وعربي مع رئيس جمهورية لبنان بأنه هو له دور في خلافته. هلأ بالعالم العربي تغيرت شوي، بس الخلافة كانت داخل العائلة الواحدة، يعني بيموت البي بيجي الابن أو الخي أو العائلة. هون أنا برأيي في الفكرة موجودة ومقبولة أنه بلبنان مش لازم يكون في خلافة على الطريقة الملكية أو الإمارات أو الإماراتية، بيكون الخلافة بيكون الدور أكتر برأيي أنه إله إذا بدك مش حصة، إله تأثير رئيس الجمهورية وكلمته تؤخذ بالاعتبار عربيا ودوليا حول من يخلفه. يعني هذه شغلة متعارف عليها، مش مكتوبة بمحل ولكن مطبقة في معظم الحالات. سيس كريم، شبهت الله يرحمه بشير جميل بالوزير جبران باسيل بحلقة على الأو تي في، في ناس رفضوا هذا التشبيه لاعتبارات عدة وفي ناس قبلوا، لكن بتلاحظ أنه كان في نوع من عدم تقبل فكرة الربط بين جبران وهذا، لبل قيل أنه الربط الأصح هو تشبيه ميشيل عون ببشير جميل لأنه مزات الفريق مزات الفكر مزات المسيرة وهذا. ليش شو اللي خليك تشبه جبران باسيل ب بشير جميل؟ لك اولا منيح تسالتني، لانه هذا لما طلعت الصرخه صرت اضحك، لانه انا ما شبهت جبران ببشير ابدا. انا قلت وبرجع بكرر، كل شاب مثل جبران ومثل غير جبران بده يطمح لرئاسه الجمهوريه، النموذج عنده هو بشير جميل، لانه هو الشاب الوحيد يلي خلال فترة قصيرة ما بين يعني ما بين 76 و82 عمل رئيس جمهورية، وعمل رئيس جمهورية بشعبيته، وعمل رئيس جمهورية تقريبا لمن كانت القناعة عند الكل أنه لا يمكن أن يكون كتائبيا أو قوتيا، بس كانوا يحكوا عن الكتائب أكثر، لا يمكن لكتائبي أن يكون رئيس جمهورية، أو لا يجوز في منهم كانوا يقولوا لا يجوز، دور الكتائب مش يعملوا رؤساء جمهوريات، يمكن يصنعوا أو يحموا رؤساء الجمهورية، هذا كان الفكر. بشير قدر بفترة 6 سنين أو أقل يمكن هذا يعمل يعني من 75 ل82 يقدر يعمل فشخة فظيعة. أنا اللي بقوله كل واحد هون قلت وقتها عن جبران، مش هو بشير
لما بيقدر يكون بشير. وبشير حالة يمكن كل 100 سنة بتجي، وبعدين بشير كانت حالة حرب، نحن مش بحالة حرب، يعني في ما في تشابه بين بشير جميل وجبران بشير، ولكن بقول كل واحد مثل جبران بشير وغير جبران بشير بده يطمح لرئاسة الجمهورية، أنا برأيي بيمشي على الخطى يلي مشي عليها بشير. شو الخطى اللي مشي عليها بشير؟ عمل شغلتين بشير. أول شغلة حكي مع الناس، يعني بدي خبرك مثلا خبرية. كان بشير هلأ طبيعيا أو متعمدا ما حدا بيقدر يحكم، كان بالأشرفية وقت هذا المئة يوم خاصة لابس الطاسي هذا ويبرم، يوصل عبايت هذا يوصل عندهم يقول لهم الله بدك تعملوا لي ساندويش لبني لاني جعان، ما كان يعملها جعان، كان شاطر فيه يفوت على البيت هذا يرقدوا يحطوا له العروس الجبنه، تفضل شيخ اهلا فيك شيخ كذا، ويضلوا يخبروا على سنه انه جيرانه لهذا انه شيخ بشير كان جعان وصل لعنا وعملنا له ساندويش لبني. يعني انا كنت بعرف بشير كمان كيف كان لما نكون سوا، هو كان يسوق انا كنت ما بحب السويقه لما يصير في شيء عجقه سايف توقف السيارة، طبعا هو مارق سيارته ايده برا لانه الكل يسلم. طيب لما يصير في عجقه سايف وكيتحاكموا على بدهم اما يحملوا السياره اما بدهم يبوسوه اما والحرس تبعونه وين كان؟ ما في حرس، مشان هيك ما في حرس، مشان هيك قدروا قتلوه. طبعا طبعا ما في حرس، بشير ما يستلشق لقتله. انا بتصوري اللي قلته انه جبران بشير شو ما بعرف اذا مخطط، ما هذا هو بجاوب او شعري مثلا يلي عم بيشتغلوا على مستوى قاعدته، لانه جبران بالست شهور الاخيره لا شك نزل راح يتعرف على قاعدته، ما هو رئيس حزب رئيس طيار هذا. هالقاعده هيدي طبعا مش قاعده بس اللي عندهم البطاقات، القاعده الاوسع يلي هي قاعده الجنرال عون يلي قاعده وطنيه واسعه هذا. هالبرمي اللي كان عم بيعملها تشبه ما كان يعمله بشير من حركه شعبيه مع الناس، يعني بيتقرب من الناس وبيحكي معهم وبيسهر معهم وبياكل معهم وبيقعد معهم وبيسمع لهم شو عم بيقولوا، بدون يعني مش بدون اجتماع وبدون تحديد وقت وبدون هالشيء. هالحركة هاي أنا برأيي كل شاب بده يعمل رئيس جمهورية، كل شاب ماروني بده يعمل رئيس جمهورية في نموذج بيقدر يتبعه، في نموذج بيقدر يتبعوه بشير جميل. ما حدا لح يكون بشير جميل وما حدا لح يعمل بشير جميل، ولكن كلهم بيقدروا يمشوا على الخطى يلي مشي عليها بشير جميل. جبران هلأ على حركته الشعبية عم يمشي على خطى بشير جميل، لسبب أنا ما قلته ولا بقدر أقوله لا ولا مقتنع أنه بشير انه جبران مثل بشير، بس انا بقدر اكد انه جبران عم بيمشي على خطى بشير. استاذ كريم يمكن عم نحكي كثير بالشقر بالاشخاص وعم نسميهم وعم نعمل اسمعهم بالريجي شو عم بيقولوا بقى. يعني في شيء بدنا ننقل لمحل ما في شيء؟ طيب راح اكمل انا وياه. جوناثان راندل الصحفي الشهير يلي عمل كتاب القيد من أحسن الكتب، حرب الألف سنة من أحسن الكتب، بحرب بينقل عنك في جملة نقل عنك بيطول فيه أنه بشير جميل انتخابه صعب لكن حكمه سهل، بس اغتيل أمين جميل انتخابه سهل حكمه صعب. مظبوط. شو بتوصف مرحلة الرئيس عون هلأ بين هالمعادلتين؟ لا بعد ثلاث سنين أقرب لمعادلة بشير، يعني أنه انتخابه كان صعب، وصوله لرئيس الجمهورية كان صعب. والحقيقة أنا يلي ما كنت في تلك الفترة، أنا كنت قوات لبنانية ونائب قائد قوات، وما يعني ما كنت بعلاقة مع الرئيس عون. يمكن
كان يجب أن يصل الرئيس عون بالتسعينات. يعني أنا بتصور ذلك. كان فيها رئيس حكومة عسكري طبعاً. من بعد. يعني بالتسعة وثمانين تسعين لما صار في الشغور. نعم. هذا لازم كان يجي. أنا برأيي كان وقته أفضل. هلأ إجا متأخراً 20-25 سنة. هذا بقول وصوله كان صعباً ولكن حكمه أسهل. يعني هو بالنهاية بيقدر اليوم بالوضع كله المعقد الصعب بيقدر يحقق. إذا شغلة مقررة بعتقد الكل بيتقبلوها. يعني على سبيل المثال أنا مقتنع مثلاً أنه هذا قانون النسبية كان مقتنع فيه من زمان. وأنا على هذه أنا يعني هلأ انهيت الصيفية اشتغلت على كتاب عن الرئيس عون من سوء الغرب، من الضابط يلي قاتل بسوء الغرب إلى الرئيس يلي وصل بال 2016. طبعا ما قدرت أبدا، يعني ما قبلت على نفسي أنه أعمل مرحلة عهده، لأنه هذا مرحلة عهده بدها تنعمل بعد انتهاء السنوات، ما فيك تعملها بمنتصفها. بس يلي في قولوا بهالمجال أنه لا شك أنه مثلا عنده أفكار. أنا برأيي الرئيس عون أكيد رح يطرحها. أنا يعني هلا عم بتفلسف، يعني ما عم بحكي معلومات، عم بحكي تنظير. هذا مثلا قضية اللامركزية الإدارية الموسعة، أنا برأيي من الشغلات الضرورية في لبنان، معظم بلاد العالم صار فيها وضرورية للبنان وما عم تنعمل. أنا برأيي هالنوع من الأفكار بدأ مثل ميشيل عون تقدر يعملها، هالنوع من الأفكار هيدا. هلا الرئيس عون أكيد بيكون حاطط بذهنه شيء، وأنا لا أستبعد إنه بمناسبة 31، ما هيك 31 تشرين الأول بيكون انتهى، وصل على نصف عهده. لا شك إنه النصف الثاني سيكون عهد البرامج. يعني النصف الأول كان من جهة انتخابات، ومن جهة قانون انتخابات يلي انت بتذكروا انه قديش تشارع حوله ويرجع الاكثر الى وحده، هو كان مقتنع بالنسبة ونعمل النسبة. تاني شغلي لا شك انه بوصوله رد الهيبة للدولة وبصورة خاصة لرئيس الجمهورية. انا برأيي هودي ثلاث سنين يلي مضيوا، مش ثلاث سنين مشي، لا قانون انتخابات نسبي خلص على 40-50 سنة المقبلة رح يضل نسبي، مثل ما الأكثر يضل 40-50 سنة. اثنين لا شك عادة لرئاسة الجمهورية حضورة ودورة بدون ما يمسوا بكلمة من الطائف أو يعدلوا كلمة بالدستور، شخصه عاد هذا التوازن. أنا برأيي هلأ المطلوب بالمرحلة الثانية بعض البرامج، بعض الأفكار الرئيسية اللي ما تحققت، ويلي بتعرف أنه هو كله اللي عم بحكيه أنا موجودين بالطائف. يعني هاي المركزية موجودة اتفاق من الطائف، بس ما حدا نفذها. هايدي مثل إلغاء الطائفية السياسية تدريجيا وتشكيل هيئة لإلغاء الطائفية السياسية، تتدرس كيفية إلغاء الطائفية السياسية، لأنه ممكن تجتمع هذه الهيئة وتقول أفضل نظام للبنان هو الطائفية، ممكن تجتمع الهيئة تقول لا ما بيقدر لبنان يقلع إلا ما يروح إلى الدولة المدنية، بس بده حدا يدرسها هاي. أنا بتصور هاو الشغلتين أساسيات يلي هني بالطائف يكملون الرئيس عون من جهة اللامركزية الإدارية الموسعة، ومن جهة تانية إلغاء الطائفية السياسية تدريجيا، ومش حتى إلغاء، تشكيل هيئة لدراسة موضوع الإلغاء الطائفية السياسية. أنا برأيي هو شغلتين يعني لابد ما أقول لك أنه تجربتي أنا في ظل النظام الطائفي، الكلام عن الإصلاح يبقى كلاما، ما في إصلاح حقيقي بظل الطائفية. الطائفية إذا بدك حمية لبنان، خدمت لك تنكون واقعيين، أنا قادر هلأ لأني عم كتبت هذا. طائفية حمية لبنان من الإنقلابات، يعني ما صار بلبنان ولا إنقلاب،
في حين من عبد الناصر وجي خلال 20 سنة صار كل ما في دولة عربية ما صار طبعا سوريا سوريا طبعا بلشت مع حسن الزعيم وش شكلي من لا شك لعب الدور الطائفية بأنه حمية لبنان من الانقلابات العسكرية صحيح. ولكن طائفية وقفت عاجز دون الإصلاح السياسي يلي منطبح عليه واللي صار ضرورة لاستمرار النظام. وبالتالي أنا بعتقد الرئيس عون قادر يعمل النقل باتجاه اللامركزية من جهة الإدارية الموسعة. وانتبه أنا ضد فكرة هذه اللامركزية السياسية، أنا شخصيا ضد هذه الفيدرالية وكذا. لبنان ما بيحاول يكون يعمل فيدراليات وكونفدراليات وكذا. أنا مع هذه اللي بسموها اللامركزية الإدارية الموسعة يلي ضرورة. اثنين ما بتستدعي لمركزية سياسية كمان استاذ كريم؟ ها ما بتستدعي لمركزية سياسية ولا لا؟ أنا عم بقول أنا برأيي هي بحد ذاتها هي بحد ذاتها كافية للمرحلة القادمة إنه نوصل إلى الوصول إلى نوع تاني من 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 نظام. لأن الكونفدرالية تتطلب أولا ما في كونفدرالية بالعالم 10452 كيلومتر، في محافظات داخل كونفدراليات أكثر من 10000 يعني ساعة. اثنين الكونفدرالية أنا برأيي في عندها بروبليم تاني مش بس المساحة، توافق ما بده يصير في توافق داخلي عليها. هلأ في توافق داخلي على اللامركزية الإدارية الموسعة، خلينا نبلش بهاي والله بيدبر. تاني أمر إنشاء الهيئة الوطنية لدرس إلغاء الطائفية السياسية، هاي تاني شغلة ضرورية. وأنا بعتقد عادي ولازم نحكي فيه للرئيس عون، هاو الشغلات بيقدر يعملون وقادر يكمل ما لم يكمل في الطائف. لأن يعني الطائف نص على الشغلتين هاو المادة 95 من جهة، ومن جهة تانية نص على هو قد بينفع أستاذ كريم إذا أنت عملتهم وضلوا الفساد مستشري وضلوا الفساد آفة الآفات و و و و يعني مصيبة المصايب. أنت أخذتني لمطرح تاني. لا أنا مش هيك، أنا أصلا كتير منيح عم بستفيد منك، كتير منيح أنه أخذتني. أنا شوف لأنه هو شو بينفعه والفساد أكل البلد. تكون كمان كلامي دقيق يعني بالتسميات وبالهي. نحن اليوم أمام أزمة اسمها الكهرباء، تاني شيء أزمة اسمها النفايات، تالت شيء أزمة اسمها النفط البنزين يعني، ورابع شيء اسمها القمح. يعني لما بلش تبرز هاي يعني قصة الطحين والهذا، أنا برأيي هالأربع شغلات هاو فيك تلاقي له 100 طريقة لتأمينهم، بس في طريقة واحدة لأنه تقدر تعملهم حلول، أنه تحارب الفاسدين والمستثمرين والطامعين من هالأربع شغلات. وأنا برأيي ما معقولة هون ما عدنا عم نحكي ولا عن الجنرال عون ولا عم نحكي عن عهد الرئيس، من معقولة من 25 سنة وأكثر خلصت الحرب بلبنان ما عدنا كهرباء؟ معقولة سوريا يلي صار لها شو صار لها 8 سنين حرب عم تقدر تورد لنا كهرباء؟ يعني في شيء ما بيقدر إلا تسأل سؤالين. بتقلي طيب ليش ما في كهرباء؟ بقول لك لأنه في فساد وفي مستثمرين ما بدهم يخلوا الكهرباء تصير. بتقلي ليش ما في نفايات؟ ليش ما عندنا في نفايات؟ بكل دول العالم ما في نفايات، حتى بالدول يعني هاي القريبة حوالينا ما في مشكلة نفايات. هايدي ليش في مشكلة نفايات عنا؟ أنا برأيي في مستفيدين. أغلى زبالة هي لبنان قليلة يعني. في واحد بلبنان أطلق عليه لقب أغنى زبال بالعالم. أغلى ما بدنا نسميه يعني، بس معروف صار مليارات دولارات يعني بدأ 25 سنة. طيب تالت شغلة، طيب هلأ في قضية النفط وقضية القمح، الدولة فيها تستورد
النفط والقمح، ليش الشركات احتكار وفيها تربح وفيها دولة تربح بدل ما تربح؟ هلأ الشركات بدها توزع وبدها تربح، وهذا طبيعة نظامنا، هاي نظامنا الليبرالي، هاي طبيعته. بس ليش مثلا ما الدولة، أنا برأيي بس النظام الليبرالي ما بيحكي عن احتكار كمان، طبعا بيفتح طبعا الباب لكل العالم. بحيرك انت هون نظام ليبرالي احتكار يحلها بقى. دايما بلبنان دايما في شيء بينحط حد الأعراف. ليش المطبع. ليش بدنا، ليش ما بدها الدولة هي تجيب القمح وتجيب البنزين وتربح، ومش بس تربح، تقدر كمان بخطوة تانية تقدر يصير في عنا احتياطي بنزين واحتياطي قمح. إذا بتسمح لي زميلنا جورج عبود وين بوسط بيروت في تحرك للحراك المدني، والله أنا هلأ بدي أسمع منه لزميلنا جورج شو عنده وهو بخبرنا. تفضل جورج، تفضل، يعطيك العافية، شاقة، تفضل. الله يعافيك استاذ جورج. يعني للأحد الثاني على التوالي ساحة الشهداء عم بتشاهد مظاهرة داعلة إلى هالمرة مجموعة تحت شعار مبادرة وعي. يعني كانت دعوات توجهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برودكاست عبر واتساب دعا للمشاركة بهذه المظاهرة. الملفت بالبرودكاست اللي انبعت انه هن عم بيقولوا هيدي المظاهره هي ضد السياسات الاقتصاديه المدمره، ضد السياسات النقديه والماليه، وضد حاكم مصر في لبنان. يعني الهتافات اللي كنا عم نسمعها اثناء المظاهره اليوم كانت كلها عم بتوجه سهامها على حاكم مصر في لبنان وعلى المصارف يلي بيعتبروا انه هن جوعوا الشعب، وبالتالي سياستهم النقديه فلست ونهبت البلد. لازم نشير لموضوع استاذ جورج انه احدى المتظاهرات حرفت المظاهره من ساحه الشهداء، اخذتها الى ساحه رياض الصلح بعد ما هددت بانها تحرق اطفال الخمسه. يعني توجهت فيهم من ساحه رياض الصلح، من ساحه الشهداء الى ساحه رياض الصلح امام السراي الحكومه، وبالتالي المتظاهرين ركضوا وراها لوصلوا اليوم لهون. المدرسة تمنعت عن أن تسجل أطفالها بسبب أقساط باقية ما دفعتهم، وبالتالي هددت اليوم بحرق أطفالها الخمسة إذا ما حدا تدخل وساعدها بهذا الموضوع. نحن كنا أخذنا مقابلة من الحجة قبل ما العالم يخدوها ويجربوا يهدوا بالها، أكيد رح نشوفها ضمن تقرير بنشرة أخبار المسائية. بعدسة الزميل جورج صودات رح نشوف نحن وياكم كيف المتظاهرين اليوم مثل العادة وقفوا بمواجهة القوى الأمنية عند الخط الأمني أمام السراي الحكومة. مثل ما عم نسمع عبر مكبرات الصوت، يعني السهام موجهة مثل ما قالوا ضد اللي حكمونا من التسعينات لليوم وسرقوا خيرات البلد. البيان اللي توزع عبر واتساب قال أنه نحن بدنا حرية الرأي والتعبير بدل سياسات كم الأفواه. قالوا أنه هن نازلين كرمال يستردوا الدولة المنهوبة ويحاسبوا مافيا السلطة اللي صار لها من التسعين متحكمة بالبلد. نازلين يشاركوا ضد الحكومة الطائف حتى اليوم، وأنه ضد كل مين كتب السياسات المدبرة للبلد. هن أعلنوا رفضهم للسياسات الاقتصادية بشكل ظاهر. الدعوات كلها عم توجه سياستها ضد حاكم مصر في لبنان والسياسة المتبعة من قبل مصر في لبنان. يعني جورج مثل ما عم نشوف بالكاميرا، يعني التجاوب للدعوات عم بتكون خجولة. المتظاهرين ما عم يتعدوا المئات. العالم عم بتقول انه نهار احد ونهار فرصة، ورأي آخر بيقول انه تعدد الآراء وتعدد الدعوات عم بتخلي هيدي المظاهرات ما تكون حاجدة. استاذ جورج، الزميل جورج عبود، وانا بدي احب نوي هون استاذ كريم، الزميل جورج عبود كان امبارح وانا مبسوط كثير انه كمان كان على الارض اليوم تاكيدا لشجاعته واخلاقيته العالي. زميلنا جورج عبود كان هذاك الاسبوع وتعرض الى ما تعرض اليه من اهانات، لكن وجهها بشجاعه واخلاق رفيعه وثبات، ولم يتحرك قيد انملي عن لا قناعاته لا شجاعته. بقى انا بحب صديقنا وزميلنا الحبيب جورج عبود هون ننوه ايضا ومجددا
بشجاعته الأدبية والأخلاقية ومهنيته العالية. يعطيك العافية جورج، وأكيد كل فريق عمل أو تي في أينما كانوا على الأرض، شكرا له وألف تحية له. سيس كريم عندك تعليق حضرتك على؟ إيه طبعا طبعا. اللي يعني تفضل. أنا بتصور إنه صار في لما أول مرة مشكلة جوع بلبنان، والجائع كافر، وأنا برأيي كافر عن حق. وبالتالي في مزبوط في لبنان ناس وصلوا لحدود الجوع. صح. الأمر الثاني، دائما هاي المرحلة مرحلة تشيرين مرحلة متعبة، أسوأ شهر. وبالتالي هاي قصة إنه تفاعل أقساط مش أول مرة صارت، ما في فترة كمان حرق حاله شخص، وهيدي هلأ بدأ عم تعمل شو لما الإنسان بيوصل بيقول بدأ أحرق حالي أو أحرق ولادي، يعني هذا اليأس بالمطلق صار. أنا بتصور إنه في معالجة أكيدة لازم تتم عن طريق هلأ عم نكبر الحمل على العهد المسيبي. المدارس الرسمية تقدمت، مستواها صار جيد، أنا برأيي يجب أن تكون هي الأساس. فرنسا المدارس الخاصة هي المدارس الاستثناء، هوليك القاعدة. أنا صحيح. برأيي يعني التعليم المجاني أي المدارس الرسمية خلافا للاعتقاد، واعتقاد أنا أهلي كانوا معتقدين أن المدارس الثانوية هذه ما بتسوى، والمدارس لازم نروح على المدارس الخاصة. أنا بتصور أنه في شغل هلأ عند هذا العهد أنه يثبت أنه المدارس الثانوية هي اللي بتنجح، ولكن بالنتائج اللي عم بيطلعوا الأول من المدارس الثانوية أكثر من المدارس الرئيسية، لسبب في التعليم المجاني يلي لازم يتم في لبنان. ما بنقدر بقى هذه ليش ما قدر، ليش يأست بدت هذا؟ لأنه ما عم تقدر تدفع الأقساط، ما عنده أكيد ما في شيء تاني، ولا بالسياسة ولا هذه مرة هذه سنة بدها تحط أولادها بالمدرسة، عم تيجي تقول لها دفعي أقساط السنة الماضية تنفوت لك أولادك، عم تحرق حالك. لسبب تعليم في جوع شغلة مهمة بتحرك جماهير. جواب على ذلك أنا برأيي في التعليم المجاني اللي لازم يصير، زائد الاستشفاء المجاني. هو شغلتين ما في يعني لما تحكي عدالة اجتماعية ما بتقدر تحكي إنه في عدالة اجتماعية لما ما بيكون في عندك ولا مدارس مجانية ولا استشفاء مجاني. نحن بحالة ظلم اجتماعي مش بحالة عدالة اجتماعية. السبب أنا يعني الرد على هالكلام، أولا أنا بفهم تماما يكونوا بالشارع، وأنا لو كنت بعدي بالعشرين كنت بكون هونيك معهم، أو بالثلاثين كنت بكون معهم، نوعك حال نزلنا عملنا بالستينات عملنا حركة شعبية كانت تنزل بس هادفة، كنا نعرف نطالب شو بدنا، مثلا بدنا جامعة لبنانية عملنا، ضلينا نمشي تسفير جامعة لبنانية، بعدين قررنا انه بدنا العلوم بالجامعة اللبنانية لانه كان في فيتو انه العلوم لن تكون غير محل، ضلينا ننزل بإجرينا عملنا العلوم. ولسبب انا يعني مش ضد لك هذا التظاهر، انا بلاقي هذا خاصة السلمي يلي ما بيعتدي على حدا، هذا التظاهر حق. هاي وحدة. الجواب على هذا التظاهر أو حتى تيسير هالتظاهر يخف، في شغلتين يعني ضروريات إنه ينعملوا. المدارس الثانوية تيسير عنا تعليم مجاني، والاستشفاء يلي كمان لازم يكون مأمن من قبل الدولة. هاو هالشغلتين بيكلفوا ما بيكلفوا، أنا برأيي شفت هالشغلتين عم نحكي عنهم، إذا بيتحارب الفساد 10% من صحيح. من اللي عم بينسرق بيعمل مدارس مجانية واستشفاء مجاني 10%. أنا بتحدى بهالمسألة لسبب الفساد ومكافحة الفساد، أنا برأيي هذا هو المشروع إذا بدك المفتاح للي بفوتك على إمكانية تعمل كل المشاريع. هالمكافحة الفساد في إلى وجهين هلأ
يعرف كل واحد انه اذا بده يعمل بده يفوت على الحبس. هلا مكافحة الفساد سابقين في جزء منهم. ولك انا بدي خبرك انه بسوريا عملها بشار الاسد، عيط للي كل استفادوا من النظام وقال لهم هلا في عنا حرب مثل ما استفدتوا من الدولة، هلا الدولة بدك هيك. اكيد هاي خبر استاذ، انا مش انا بس عم بطرح السؤال انه لانه بالاعلام طلعت، لكن هلا اكيد أنا طبيت أنا أنا ان شاء الله حركة اعلامية وهذا انا يعني انا بالسعوديه مع محمد بن سلمان السعوديه هي تنكدوا ما بعرف اذا عم بيعملوا، بس دائما السؤال هو ماذا تحقق من وراها. ما بعرف قديش عم بيتحقق شيء، بس نحن على الاقل انا بقول خلينا نحط هيك خط، نقول كل شيء فساد من الان وصاعدا بده يدفع حقه، ونمنع الفساد من اليوم لبكره. هلا بتقول لي من اليوم لامبارح شو فيك تعمل بالفساد؟ انا برايي من الصعوبه تعمل شيء. عم بحكي بلبنان هلا، شو بدي من سوريا وشو بدي من السعوديه؟ من الصعوبه. انا اليوم اذا تامن لي انه من اليوم ما بقى، حتى بدي اقول اكثر، ما في دوله بالعالم ما فيها فساد، بس كمان الفساد له حدود. صحيح. بالحدود المقبوله دوليا مثل كل شيء. لهيدا نحن الفساد تعدى عنا الحدود المقبولة عقليا ودوليا. صح. وبالتالي مكافحة الفساد، جزء من مكافحة الفساد بيقدر يأمن لك انه الشباب اللي نزلوا ما بقى بيحرقوا حالهم وما بقى بينزلوا على الشارع، لانه اما دلت لهم المدرسة والمستشفى. ناخد بريك استاذ كريم، نرجع بعدها متابع حوار اليوم. اهلا وسهلا فيكم مجددا مشاهدينا الكرام. طبعا بياخذ نوت الاستاذ كريم. اهلا وسهلا فيكم مجددا في حوار اليوم مع الاستاذ كريم بكردوني، الرئيس السابق لحزب الكتائب والوزير السابق، ودائما حاضر معنا باذن الله. اهلا وسهلا فيك استاذ كريم مجددا. استاذ كريم اسمح لي بس بنص دقيقه. دائما كان في افتعال سياسي، افتعال أزمات اقتصادية لأهداف سياسية في لبنان، وحضرتك تعرف من أيام الوحدة الاقتصادية والقطيعة الاقتصادية بين لبنان وسوريا، أيام بشار الخوري الله يرحمه رئيس، لأيام الازدهار الكبير اللي عمل أيام كمين شمعون الله يرحمه، بعدين فؤاد الشاب الرئيس العملاق الذي بنى المؤسسات، بيرجع بعدها أيام شار الحلو الله يرحمه الرئيس المثقف اللي صارت فيه قصة بنك انترا. كان لبنان بألف خير عم بيشتري ذهب وعم بيعمل هذا، فجأة قرروا انه يوسف بيدس الفلسطيني المسيحي، معني عم بسمح لحالي استعمل التعابير، انه جاي يعمل هون في قصة يعني. فجأة زلم يوسف بيدس صارت المؤسسات تبعيته بنك انترا اللي هو عملاق البنوك. طيب صارت الحرب اللبنانية ما صار شيء، فجأة بعهد امين جميل بلشت هذا تدفيع ثمن سياسي، ما هيك رجعنا صرنا بقصة الذهب، رجعنا ب 92 شو بسموها هذه يعني الأسوأ نقطة بتاريخ الاقتصادي، وقت الدولار هر وبيطلع حاكم مصرف لبنان يومتها بيقول مصرف لبنان ليس لا علاقة له في سعر صرف الليرة، يعني يومتها أعطى إشارة الانطلاق أنه فلتوا على الليرة وخربوا على الليرة، وصار يلي صار وصار تغيير سياسي. طيب هلأ عم نشوف يلي عم نشوفه. سؤال استاذ كريم عذرني لانه عملنا هيدول الربط، بس السؤال هو لماذا دائما هناك استخدام للاقتصاد في لبنان لاهداف سياسيه، ام هيدي القصه دائما متبعه في كل العالم؟ انا حابب اسمع جواب. انا بدي اشكرك اولا لانه الصوره اللي اعطيتها ضروري تضل بذهننا، ما لازم ننسى الصوره هالمشهد اللي اعطيته. اثنين انا بدي اقول لك الاقتصاد بيقدر يكون وسيلة حكم ناجح، كما ممكن يكون وسيلة ثورة ناجحة أو انقلابات ناجحة أو إذا بدك انتفاضات ناجحة. اليوم الاقتصاد مسؤولية لأنه كمان بدي أقول لك شيء، عم بسمع مثلك، بنسمع الأخبار ونسمع كلهم صاروا يفهموا بالاقتصاد وبالمال، فجأة الكل صاروا جهابزة الاقتصاد والمال. برأيي
أنا بقول أنا جاهل في الاقتصاد والمال، أنا بسمع شو بيقولوا، وفي يلي بيملا اللي بيقولوه في ثلاثة أو أربعة لازم نسمع لهم جيدا، لازم يكونوا متفاهمين جيدا. حاكم مصرف لبنان، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمهورية، هاو يلي بيقدروا يعملوا. وعلى على على فكرة تأسس عمل لجنة سموها الطوارئ الاقتصادية، أعلنت يعني من فترة. أنا برأيي هاي لازم تجتمع بشكل دايم تتعالج هودي المواضيع اللي حكيت عنهم، لأنه هاو ممكن يهور لبنان، الاقتصاد ممكن يهور لبنان. أنا برأيي لا في انهيار بلبنان، ولا في مثل عم بيحكوا يعني عجز أو إفلاس في لبنان. لبنان مش مفلس، ولبنان مش على طريق الانهيار، ولكن لبنان بده معالجات تما يوصل للانهيار أو ما يوصل للإفلاس. وهذه المعالجات في هذه اللجنة اللي تألفت لازم هي تكون باجتماعات مستمرة، مش يتركوها على رئيس الجمهورية أو نتركها على حاكم مصرف لبنان. وبالتالي أنا بتصور اليوم بصورة هيك، تجاوبك على كلامك بصورة واضحة، حتى ما نوقع بمشهد من المشاهد اليوم لا شك الخارج، لنكون صريحين، تبه الاقتصاد سياسي بيأثر على السياسي، بس الاقتصاد سياسي، الحلول ما في حلول اقتصادية بمعزل عن السياسي. لحلا في استهداف اليوم حقيقي لحزب الله، وفي اعتقاد سائد من الأمريكان لإسرائيل لمين ما بدك، في اعتقاد سائد أنه نقدر، ما قدرنا حزب الله بالعسكر، ما قدرت إسرائيل، عملت كذا 93 و96 و2006 عملت حروب مهمة تنهي حزب الله، ما قدرت، لبل قوة حزب الله. في اعتقاد أنه الشيء اللي ما قدروا عملوه بالعسكر ممكن يعملوه بالاقتصاد، وبيعتقدوا انه التضييق على لبنان اقتصاديا بيوجع حزب الله. انا بدي اقول لك شغلي وانا بتحمل مسؤوليتها، لما بيتضيق على لبنان بيقوى حزب الله اقتصاديا، عم بحكي شو بدك عسكريا ترك ليها عجنة، لما بيتضيق على لبنان اقتصاديا بيقوى حزب الله مش بيضعف. وهذا يعني مش أول مرة الأمريكان وغير الأمريكان بيخطئوا بفهم الوضع اللبناني، ما إذا ضعف الاقتصاد اللبناني بيقوى اقتصاد حزب الله. ما هذه شغلة ما بدها كتير بحث لها. سبب أنا بقول هذه السياسة الخارجية يلي عم تضيق ويلي طالعة بوجه العهد وعم تضيق وعم تحط شروط. بعدين شغلة تانية يلي بتصور دقيقة من هودي الكبار العالم انه بيقدر يجبر ميشيل عون يعمل الشيء اللي ما بده، ومنه انه يحاكم او حزب الله، مخطئ يعني اعمى. هيدا ما بحياته ميشيل عون يعني قبل تحت الضغط يعمل شيء، بيعمل يلي مقتنع فيه بسهولة كتير، ما في أهين منه. ميشيل عون الشيء اللي بتقنعه فيه ما في أسهل من مشي فيه، والشيء اللي بدك تضغط عليه هيدا ما في مستحيل يعمله. بداية على ذلك يلي بيعتقد أنه هيدا الضغط بده يوصل رئيس الجمهورية إلى الابتعاد عن حزب الله، الرئيس عون أول ما رجع على لبنان كان ضد حزب الله، مظبوط. لما شاف لبنان فهم شغلي بسيطة كتير، وراح عمل تفاهم تاني يوم بال2006، وصل بال2005 وعمل انت بال2000. شو عمل تفاهم مع حزب الله؟ ليش عمل تفاهم مع حزب الله؟ الأمن. تفاهم مع حزب الله معناته أمن، وإذا ما في أمن ما في اقتصاد ولا في سياسي ولا فيه أي مشروع. عمل الأمن، والأمن منذ ذلك الحين ثابت وقائم رغم الحروب. عادة كانت أي حرب بلبنان تكون سببها لأنه في هالمداخلات الخارجية. الاتفاق يلي انعمل بين الجيش، تنسيق يلي انعمل بين الجيش وحزب الله يلي اقتنع فيه ميشيل عون وترجمه بتفاهم
بتفاهم مع حزب الله، هذا بتفاهم هالتفاهم هيدا كان واضح. حزب الله بده رعاية، محتاج إلى غطاء، ولبنان محتاج إلى أمن. ميشيل عون أمن الغطاء، خاصة الغطاء المسيحي لحزب الله، مقابل أمن الأمن لكل لبنان، وبصورة خاصة للمسيحيين اللي محتاجين للأمن. جزء من التفاهم مر بخايبش، خلينا نقول تأكيد مبدأ الشراكة كمان طبعاً. يعني حزب الله طبعاً. يسير بمبدأ الشراكة طبعاً. وحماية الميثاقية والشراكة. إيه بس شو بس هيك بس أهم نتيجة. والأمن هو إيه أهم كبرى. نتيجة. مظلة كبرى إيه. لها شغل أهم نتيجة إنه عشنا رغم كل الحروب حولينا، رغم كل الاعتداءات الإسرائيلية، رغم كل المؤامرات، عيش لبنان بأمن بفضل هذه الخطوة اللي انعملت. لازم تستمر. عم بقول هالمثل تقول توصل لشيء معين بطرحك معين بهالطرح. لابد من، أنا بقول يكون في وزارة تصميم، ما حتى نحكي بالمؤسسات لأنه هلأ عم نحكي. الله يرحمك يا موريس جميل. يا موريس جميل الله يرحمك. وزارة التصميم تتاخد كل هالمشاريع، مش هلأ نحن بدنا نجيب مشاريع ب 11 مليار، هيدي قضية سادر، مش هيدي، وهي رح تصير يمكن، أنا برأيي صايرة. طيب هال 11 مليار إذا انصرفوا وفق خطة منظمة متكاملة، بيطلعوا إنتاج، وال 20 وال 11 مليار بيصيروا بخففوا عنا الدين. وإذا عملناهم على الطريقة العشوائية كل بالمحاصصة بيصير علينا دين زيادة 11 مليار بالبساطة. عم بحكي بالعملي كيف بده يصير. بده يكون في وزارة توضع مخطط، بالوزارة توضع مخطط لكيفية كيف المشاريع تكون أكثر إنتاجية وتتكامل مش تتناقض. بده وزارة التصميم. وأنا برأيي إذا إجينا هؤلاء المصريين بدون ما يكون في وزارة التصميم لح يروحوا دين إضافي. وإذا بيصير في وزارة التصميم ومنقدر نوظف بشكل جيد ال 11 مليار بينزل، ننزل هلأ علينا دين 100 مليار، بينزل 100 من هذا ال 100 مليار بيقدر ينزل ل 80 مليار أو 70 مليار إذا أحسننا الفعل. أستاذ كريم، أنت عم تقطع برزقة مجلس الماء والأعمار رح نقول كل المجالس والصناديق، إذا عملت وزارة تخطيط وتصميم بتكون عم تسكرن هول كل سوا. في شغلة صايرة كتير منيحة، وإحنا هذا الرجل الشاب العامل بسبات غسان عطل حول وزارة المهجرين إلى وزارة عائدين، رح يختم مع نهاية العهد بإذن الله بعد 3 سنين بيكون انتهينا من ملف له. يعني ما بقى في زوم لوزارة المهجرين، انتهينا. ما هيك؟ ها أول شيء. بس أنت بإعادة طرح وزارة التصميم والتخطيط عم تقطع برزقتهم كله سوا. أستاذ كريم، أنت واحد بيجي بيقبل أوز حاله بيقول لك لا أنتوا أوصوني، بعرف أنه ما راح يأوصوا لأنه بدون في استفادة هيك تشاركية فيها. بقى أنا بعرف أنه الطرح حضرتك عم تطرحه وطرح العملي والطرح الواضح الوحيد واللي كان لبنان ماشي عليه من 60 سنة للأسف. تصور إذا بترجع 60 سنة لورا كان لبنان متقدم أكثر من 60 سنة اللي مرقت هلا. غريب بقى في مصاري يا أستاذ كريم عم تنحط بالجيب أكيد ما رح يقبلوا بوزارة التخطيط. بس معلش بس لازم نحن، إذا هن ما بيقبلوا لازم نحن نطالب. لا أنا عم نطالب عم نطالب. وبالتالي أنا برأيي كل مثلا تأخذ الأهم مجلس الماء والأعمار، أنا برأيي ألغى الوزارة، ألغى كل الوزارات. صح ما هيك. وصار في حكومة قائمة ما حدا بيراقبها. حكومة موازية. هو بذات الوقت بيعمل الدراسة. من بعد الدراسة هو بذات الوقت بيجي بيعمل المناقصة. بذات الوقت لما بتخلص المناقصة هو بيعمل التنفيذ، ولما بيخلص التنفيذ هو بيستلم. هاي مش موجودة بالعالم هيك حالة. وبالتالي إذا بدك مجلس الماء والعمار هو الحكومة الحقيقية منذ ما نشئ.
وهو والحكومة هيدي بتتسلى، يعني إذا بدها بتتسلى بيلي ما بده مجلس الإنماء والأعمار يعملها بحط عند الحكومة. صحيح. وهو بيعمل شغل السبب. أول شغلة يجب إعادة توحيد القرار السياسي. ما بيصير يكون القرار الاقتصادي والقرار بالإنماء والأعمار ويكون مش بمجلس الوزراء. وبالتالي مش بس انه لانه مجلس الانماء والاعمار بيتبع رئيس الحكومه، بده يتبع الحكومه ومش بالضروري يكونوا لازم الوزاره. لك وزاره الاشغال اذا اعطيتها مصاري ما بتعرف تزفيت؟ بدي صدق انه هلا خلص وزاره هيدا ما بتعرف تزفيت؟ ما بيعرفوا يعملوا سوره وبنى تحتيه؟ بطلنا نعرف نعملها هيدي لسبب. انا قناعتي انه هذه الصناديق وهذه الهيئات يلي خارج الحكومه خليها ترجع للحكومه وترجع الوزاره وزاره والحكومه واحده والقرار يكون داخل الحكم مش خارجها. اذا ما قدر ميشيل عون عمله مين بيقدر يعمله؟ ما هو لانه ميشيل عون موجود. عم نحكي الامور بمحبه وبهذا، لكن في 3 سنين مرقوا هلا، وهالثلاث سنين اللي بحب ميشيل عون بشوف انه عم بشوف النصف المليان. هلا نحن صرنا بنصف العهد ونعتبر هالعهد كباية، ما هيك؟ عم بيشوفوا الناس بهذا النصف العهد هلا اللي بحبوا لميشيل عون عم بيشوفوا النصف المليان. اكيد اللي ما بيحبوا لميشيل عون لا بيشوف لا مليان ولا بيشوف فاضي، ما بيشوف كباية حتى، ما بيشوف شيء، ما بده يشوف ميشيل عون حتى. الله يطول بعمره الرئيس. طيب نحن هلا بهيدي المرحلة، اذا ميشيل عون ما هيك المعروف منه، هيدول ما انعملوا بعده ومش مطلوب بركي ينعملوا لأنه عم بينحط دايما على الرئيس الجمهورية أحمال وأثقال تنوء الجبال تحته، إنه عاملينه للرئيس الجمهورية سوبرمان وعاملينه هو أنصاف آلهة وعاملينه قادر يحرك الجبال من محله وهذا، بينما معروف إنه السلطة التنفيذية والإجرائية بالبلد وأنا رئيس جمهورية بذكر فيها والدستور بيقولها، يعني ما هيك؟ نبيد الحكومة وسياسة البلد كلها سوا الحكومة بتنفذها بقى، بس يكون في شيء بينعمل الحكومة بتقطفها لقلها ليك وطلعوا فيها أنا شو منيحة هللولي وكبرولي ودعولي، بس شيء ما يزبط بالبلد هذا رئيس جمهورية ميشيل عون ما بيقدر يعمل شيء. هالثنائية وهالازدواجية والديماغوجية البشعة بالبلد يلي عم بتحمل رئيس جمهورية ما لا يجب تحميله وعم تعطي الكريدي للمطرح يلي لازم يعملوا واجباتهم، عم يعملوا واجباتهم. كيف بدها تنحل هيدي استاذ كريم بالثلاث سنين اللي جايين؟ رح جاوبك. قل لي رح جاوبك. اول شيء مباشر، اذا ما انحلوا البعض او اكثر هالامور يلي طرحت طرحناها حكيناها اليوم، اذا ما انحلت عيين ميشيل عون انا رح اقول لك شو رح يصير. اولا اذا فشل هذا العهد او ما قدر حقق، مش ضروري فشل، ما قدر حقق يعني الاساسيات، رح بنهايه هذا العهد بال 2022 الهجره اللبنانيه رح تصير مثل ما صارت عايام الحرب، يعني يلي ما قدر بالحرب معظم القدرات والطاقات الأساسية هاجرت وعيشت برا. إذا فشل ميشيل عون أنا عم بحكي هلأ مصلحة لبنان بالمستقبل في شغلتين، الهجرة والثورة، توقع هالشغلتين بيصير في هجرة كبيرة ويلي بيبقوا هون بيعملوا ثورة كبيرة، وهذا يلي شفناه هلأ قبل بشوي هذا ماشي قدام ثورة حقيقية شعبية. لسبب نجاح ميشيل عون، إذا بدك توقف الهجرة لازم ينجح ميشيل عون، لبل تشجع المغتربين يرجعوا وشتا عم بيشتغل جبران بهذا الاتجاه. إذا ما في نجاح ما لح يجي حدا وما حدا لح يستثمر. إذا أو بدون إذا فشل ميشيل عون نحن أمام هجرة غير معتادة، يمكن مثل هجرة عايام العثمانيين هجر هالدرجة. ايه طبعا مرقنا بايام اسوأ. انا 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 خايف انه ليه قصة امل، لكن اللي عم بيعملوا هلا قصة امل عم بده يوصلوك لهالنقطة. طبعا انا برأيي افشال ميشيل عون يعني هجرة بالتأكيد وثورة محتملة بالتأكيد، ولبنان بيدخل في عين الدول يمكن تكون عم تهدي حالة ندخل نحن بثورة فيها. لسبب أنا بقول
نجاح ميشيل عون مش كرميل ميشيل عون، كرميل هيدا لبنان هالوطن يلي منحبه ما عنا غيره. وانا بتعرف انه انا ارمني وبعرف شو معنيت بعيون بيي، كنت اعرف شو معنيت خسارة الارض وخسارة الوطن. صحيح. وبالتالي انا كلبناني ما بدي يصير فيي مثل ما صار ببيي. سليم السيد، كنا عم نحكي عن كتابك بس قطعنا، لكن انا حابب ارجع اسال اول شيء، حطيت له عنوان للكتاب؟ ايه حطيت له. شو هو العنوان؟ ميشيل عون رجل التحديات. ميشيل عون تنحفظ الاسم. رجل التحديات. رجل التحديات. طيب بس فينا معلش، نحن لانه كنا قلنا بدنا نحكي شوي عنه، رجعنا. الكتاب بيحكي سيره ومسيره. ومحطات. وقلنا بيحكي من مرحله، من مرحله بدايه ميشيل عون كضابط. اوكي. وواجه، يعني عم تحكي بالخمسينات، بنهايه لا. الخمسينات لا. لانه تخرج بايام الرئيس فؤاد الشريف. انا بلشت احكي عن ميشيل عون من ايام يلي بلش يبرز اوكي كضابط. يعني بالحرب اللبنانيه. بالحرب اللبنانيه واضح. وبصوره خاصه العلاقات اللي كانت بينه وبين بشير ليل بيعرفوها. مش هناك انا حابب اسالك عنها سيدي. من 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 هيدي الفتره لفتره 2016، فتره طويله. وبتامل يمكن الكتاب يطلع اكبر من العاده، ما بحب انا اعمل كتاب سميك بس مضطر، يعني عم جرب شحل قد ما فيه، بس رح يطلع كتاب كبير لانه بدنا نعطيه حقه للانسان. انا عايشته، انا بلشت معه من واحد ما بنعرف بعضنا الى واحد ضد بعضنا لانه كان في القوات وهذا، لواحد صرت مع بعضنا. يعني التطور هيدا الشخصي والمشاهد الشخصية أنا لح أرسمها بهذا الكتاب مع كل. وانتبه الكتاب مش لح يكون تمجيد بميشيل عون، لح يكون حقيقة ميشيل عون بأخطائها بما له وما عليه. لا شك لا شك. يعني انا بشكرك رجعنا، لانه انا رحت برات الكتاب لانه اخذتني عن مواضيع تاني مهمه وضروريه. ختمها بسك يعني هيك. وبدي اقول مش عن الكتاب هلا، بدي اقول عن الوضع. لا خليني اكمل بالكتاب شغلي بس شغلي. طيب ليه ما بتحط صور بكتبك استاذ كريم؟ لا بس سؤال، لانه حلوين. لا انا مش، لا سمح الله مش عم اشير عليك، بس انت بتعرف نحن تلاميذك بنحبك يعني. بس انا عبول مثلا كتاب لعنة وطن، سلام المفقود، سلام المفقود، رئيس الحوض، ما بحط صور. ما بتحط صور هلا، اكيد بيصير التركيز على مطرح ثاني. بس هلا عم بتقول انه الكتاب حجمه كثير كبير، ما بعرف رح يكون في صور كمان؟ لا هذا سياسي معتمد يعني. مثل كل الكتب. اوكي. مثل كل الكتب اللي عملتها ما بحط صور. تسألني ليش ما فكرت؟ يمكن طرح علي الموضوع مرة، قلت له لا ما بحب حط صور، لأنه الصور لحلك شو يعني. نحكي بكتابي عن هالقد ناس، إذا بدك تعمل صور بدك تعمل بصير الكتاب صور. أوكي. هيدا. أي. وإذا حطيت صورة واحد بيزعلوا الباقي. بيزعلوا الباقي. طيب. وانا بعدين بزعل بقول ايه والله ليش نسيت فلان ما حطيته العمل هذا عشت انا وياه هيدي، لسبب بهرب من الصور. اذا بدك هيك ك ك كشخص بعتبرها الصور في اما تحط صور اكثر من اللازم وما بقول له معنى، اما اذا حطيت صور ونسيت حدا بتكون عم تظلم ناس كمان. استاذ كريم، علاقه مع حفظ الألقاب، الرئيس الشهيد بشير جميل والرئيس العماد عون الله يطول بعمره، لكن ميشيل عون بشير جميل بهذاك الوقت، شو اللي خلى بشير جميل يكون عنده نوع من تعلق، أو خلينا نقول مش تعلق، نوع من تميز بنظرته لميشيل عون بالوقت اللي كانت علاقة بشير جميل مع الجيش اللبناني، وخصوصا ايام جوني عبدو بعدين صاروا اعز الاصدقاء، وكان في اغتيالات متبادله وعمليات انت بتعرف يعني ما بدنا نفوت فيها هلا، لكن شو اللي خلى بشير جميل يلي كانت علاقته سيئه مع الجيش والجيش ما كانوا طايقينه،
شو اللي خلي يكون دائما عنده علاقة مع ميشيل عون طيبة ويصطفيه من بين باقي الضباط ليقول انه انا بدي اياه لهذا الرجل هون هون هون، وشكل احد فريق، احد ابرز اركان فريق عمله اللي وضعوا خطة طويلة عريضة، وانت بتعرفها حضرتك، لوصول بشير جميل اللي رئاسة الجمهورية. هو الله يطول بعمره استاذ انطوان نجم، ما بدنا نسمي اكتر هلا، بس عم نقول وانت حق يعني. بقى خليني اسأل، ليه بشير جميل من بين ضباط الجيش كلهم سوا كان عنده نظرة تمايزية لميشيل عون؟ كي خبرك قصة جوابا على تفضل، بالعكس ناطرة قصة واحدة. من بعد خلاف كبير بين الرئيس سركيس والشيخ بشير صار في مصالحة، بعيت له الرئيس سركيس لنهار الشيخ بشير بقول له شوف لازم نترجم شيء، انت مرشح رئيس دولة رئيس جمهورية لازم تعمل شيء للدولة القائمة. قال له مثل شو؟ قال له مثلا ليش ما بينزل الجيش بيستلم خط التمييز من عين الرماني للصيفة؟ صحيح، بينزل الجيش يستلم مشان يبين انه الدولة إلى دور. فكر فيها بشير شوي، قال له انا موافق بس عندي شرط. بتذكر دايما كان يخاف الرئيس سركيس من شروط بشير لانه تطلع اكبر من المطلوب يعني او الممكن. قال له عندي شرط. طبعا قال له شو هو الشرط؟ شو الشرط؟ طبعا قال له شرط يستلم ميشيل عون رئيسة هذا اللواء اللي بده ينزل. طلع فيه الرئيس سركيس كان جوني عبده، قال له يا بقى كان نعيط له باش يعني، قال له باش انت عارف شو عم تطلب؟ قال له ايه انا عارف، انا بعرف انه رح نعمل مشاكل معنا ونحن وياه مش متفاهمين، ونحن بنعرف انه بكره الشباب. ليه قال له هيك للسركيس؟ الله يرحمه. ليه قال له هيك للرئيس الشيخ بشير؟ لانه عارف انه مش كلجي مش ينعون ولا بحب الاولاد. لحلك لحلك، قال له جاوبه بشير، قال له جاوبوا انه لجوني هي اللي عم بيقول له كيف بدك تجيب ميشيل عون يستلم كل المنطقه هاي. قال له ميشيل عون انا بعرف رح يصير مشاكل بيننا وبين القوات لانه بده ما رح يقبل يكون في شيء مسلح حد الجيش. اثنين انا بعرف انه التعامل معه صعب جدا، وانا من زمان الحكي انا وياه بعرف انه صعب جدا، لكن انا واثق من شغلي وحدي انه اذا صار هجوم على مناطقنا ميشيل عون بيعطي الامر بالدفاع وبيدافع على الاقل حتى نصل نرجع نسترد المواقع. لسبب بدي ميشيل عون، وكان الجواب بالنسبه كلنا هيدي، واستلم بالنهايه ميشيل عون وهديت هاي الفتره بين سوريا ولبنان، هديت مده سنتين تقريبا قبل الاجتياح الاسرائيلي، هديت تقريبا بسنتين بهذه الفتره على خطوط التمييز. بس انا قصدي كيف تعرف، اعطيت لها سبب كيف تعرف عليه ايه؟ لسبب عم بقول اذا بدك قضيه ثقه، يعني كان بشير جميل واثق من انه هذا الجندي اللي اسمه ميشيل عون بيطلق نار ويدافع، لانه كان ماخذ خلال الحرب، ما نحن كنا خلال ماخذنا نحن كان انه وينه جيش بالنسبه لبشير، هيدا الوحيد من الجيش يلي بيعمل جيش يعني بيقدر يحمي الأرض. وانتبه، وهيدي جعلت انه خلينا نقول بشير قدر عمل يلي كانوا متهمينه انه هو رجل حرب، بيّن انه كمان بيقدر يكون رجل سليم. وهي عملته انا برأيي اول خطة مهمة لرئاسة الجمهورية عند بشير، لمين تفهموا الجيش المتمثل به طبعا ميشيل عون. بس سيس كريم انت بتعرف حضرتك منصف انصافا ايضا بالحرب، اول حرب خصوصا معركة الفياضية الشهيرة اللي كان فيها الجيش اللبناني طلعت وكان بطل، شو بدنا بالظروف اللي كانت، بس جيش بطل كان فيها هيدي المعركة تحديدا، وللأسف الضابط المغوار الشهيد البطل سمير الأشقر دفع حياته تمام بعدين لتصفية حساب سياسي بهذا. المهم
مفهوم. ضباط الجيش كان في كثير ضباط جيش مسيحيين وغير مسيحيين ايضا، لكن اعطوا الكتائب واللواء والاحرار ما في قرار سياسي حدهم. لا كان في قرار سياسي باستخدام الجيش بالمعركه الفياضيه، وهول ضباط يعني غير مشان عون. انا قصدي كان في ضباط مسيحيين من اول الحرب اكيد وعطوا حياتهم كمان وضحوا كذا، هيك قصدي. مشان هيك تعمل انا لكن في نظره تمييزيه لبشير جميل مشان عون هيك كان يعني، بالرغم من انه كان في مليون ضابط يعني شرفاء وابطال مثل مشان عون، كان عندهم هذه النظره للحفاظ على السياده والقتال حتى الرمق الاخير دفاعا عن اهلهم وارضهم ومجتمعهم. ليش مشان عون؟ لانه كانت في علاقه يعني، بشير ما كان بعلاقات كثيره مع الجيش، ما كان بخلاف مع الجيش، ما واضح كان من القلة القليلة ميشيل عون يتعاطى مع بشير، وبشير كان يرتاح لميشيل عون لسبب. عم بقول قضية ثقة، مش قضية انه من كل الجيش ما في ميشيل الا ميشيل عون. مش نوضحها هيك، اكيد اكيد بشير كان بيعرف ضباط تانيين، بس ميشيل عون كان الأكثر عملانية وكان مرتاح معه. ما قصد لك قصد الثقة بكل شيء كبير، وبعتقد الثقة اللي من خلقت بين بشير ومشيل عون كانت ثقة كبيرة، وبالتالي كانت. بس ليش قلت لك بدي جاوبك بخبرية بقصة رويتها تا أوصل لنتيجة بتقول لي ليش؟ بقولك لأنه في ثقة، مش معناتها ثقة بواحد بس. حين زيك لازم كل اللبنانيين يعرفوا كانت العلاقات دائما متوترة ما بين الجيش والقوات اللبنانية، دائما كان في هذا، وترجمت بعدين بأكثر من مجال. أنا اعتقادي الشخصي إنه بشير كان عنده قدرة ومعرفة بالناس لحدود له. قوة بشير إنه دغري بيكتشف الواحد وبيديره يعني. شو عمليا؟ يعني عمليا أدار حدود بواسطة، لأنه نقى، عرف مين نقى، اسمه ميشيل عون. ارتاح من طمن باله، صفى باله من شو؟ من كل خطوط التماس يعني. وقف الحرب يعني، صاروا الشباب يروحوا يشتغلوا غير شيء أو يروحوا على شغلهم، وكانت ارتاح بشير قوته بقدرته. ما بس ضلوا الشباب، انت بتعرف حضرتك انه يومتها بس ضلوا الشباب، ضلوا الشباب على جبهات وحدات بيروت والمغاوير والشباب كلهم سوا. بس بشير كان وقف حرب، ولانه كان رايح عم بلش بده يعمل حل سياسي مش حل عسكري. صحيح انفهمت يعني بشير اكتشف انه ما في حل عسكري، الله يرحمه. في حل الحل السياسي، والحل السياسي الافضل انه يجي هو رئيس جمهوريه، يعني كان واضح. وانا برايي بشير لما كان ذاك بشير من النوع يلي ما في نصف حلول معه، هذا يعني بيمشي بالحل رئيس الجمهورية وصل رئيس الجمهورية، وبده كان يمشي بأنه يعمل لبنان دولة قوية وجيش قوي ووحيد، كان رح يعمل دولة لبنان قوية وجيش قوي ووحيد. يعني بشير شخصية يعني اللي عايشه بيعرفه، بس كل ذلك قائم على الثقة. يعني بشير بيقدر يعطيك أكبر مهمة ويقول لك روح عملها، ما بيسألك تفاصيل كيف بدك تعملها، بيسأل بحسبك عن نتائج او بتنجح او بتفشل. صحيح هذا يعني شخصية. انا بالنسبة لي شخصية لسبب اقول دايما يلي بده يوصل لازم يمشي على خطى بشير. النكيل يعني المشي على خطى بشير ثبت انه هو يلي بيقدر يعمل، طبعا يقدر يوصل الى الابعد ويمكن والاسرع، مش بس الى الابعد يعني كمان الوقت كان ضيق. انا عم بحكي هيدي ترجع اقول هلا اي واحد خارجي او داخلي بيكون عم بيحاولوا يفشلوا عهد ميشيل عون، معناتها اخذين لبنان الى الهجره ولا الثوره. اخر سؤال اذا بتسمح لي استاذ كريم، ليه ما زبطت العلاقه بين القوات والتيار الوطني الحر؟ ليه عم نشوف هذا التدحرج وهذا التراجع وهذا التدهور الكبير؟ ليه ما زبطت؟ شوف لحلك، انا برايي في
في جزء ضبط هو المصالحة المسيحية. اليوم ما عادت الجو مثل ما كان قبل، يعني في مصالحة مسيحية تمت، بس هذه ما بتكفي لوحدها. لسبب الجزء الثاني اللي برأيي، أنا برأيي في من الخارج ناس بدون أنه ما تصير هذه، يعني ما تترجم هذه المصالحة سياسية، ما تترجم سياسيا وعمليا. يعني أنت عم بتقول التيار والقوات قرارهم مش بإيدهم بهذه الشغلة وبيخضعوا للقرارات الخارجية ليفشلوا العلاقة؟ مش ضروري يكونوا عم بيخبروا، أو تأثيرات أصلاً. ايه مش ضروري للي بيضغط بيخبر التاني أنه عم بيضغط عليك. أوكي عظيم. هذا الضغط بيصير بوسائل عديدة مختلفة. وأنا بعتقد واحدة من الوسائل كانت أنه صار في تفاهم حقيقي، وإجا أربع وزراء بأربع، التفاهم كان التساوي. بالحقيقة إجا أربع وزراء مسيحي هيدا للقوات، وأربع وزراء طيب أول حكومة للتيار، ولكن فجأة بلشوا وزراء القوات ينتقدوا، إذا متذكر ينتقدوا ويهاجموا وزراء التيار. من هون بلشت الخلاف، وبلش التفكير انه طيب عم نعطيهم وزراء مش يشتغلوا ضدنا. انضربت فريمات، والامور راحت الى هذه روحيه معارض سقطت عن المساله. تعتبر قابل للترميم العلاقه ولا بانتظار ظروف؟ انا برايي مش بمدى المدى المرئي، مش شايف لسوء الحظ. احنا عم بحكي كلام مش ما مبسوط فيه، ولكن لسوء الحظ العلاقه بين التيار والقوات علاقه صعبه، والتجربه لما بتفشل لكن اهين تعمل تجربه ناجحه بعد قتال ما تعمل تجربه بعد فشل. لما بتعمل تجربه وبتفشل بتصير اصعب انه يصير توافق، في حين اذا كنت عم تتقاتل اهين يصير توافق. انا برايي صار صعبه، والمرحله دقيقه. وانا بعتبر في اراده عربيه ودوليه بانه ما يصير توحيد، ما يصير تفاهم قوات وتيار. مش قليل. أنا هيدي يعني خلاصة كتير مهمة. لمن بدك منحكي هيدي أكحال، هيدي من المسائل اللي رح اكتبها لاحقا. في شوف، المسيح القوي، يعني العهد القوي والمسيحيين اتحدوا، مسيحيين استقلاليين، يعني من الصعب انه تأثر عليهم مثل ما كانت الجبهة. يعني فرق هيدا لما كان كمية شمعون وبيير جميل، قد ما بدك بتحكي انه في اخطاء، ولكن كان في جبهة المسيحيين يرتاحون لها صفون مع بعضهم. اثنين كان من الصعب كان ينفرض علينا شيء. لما قلنا ما بدنا الفلسطينيين عملنا حرب، وبني هي ظهروا الفلسطينيين. يعني اذا بدك زيت الشيء بدك تقول بيان التيار يعني الوحدة المسيحية ممنوعة، هيك قصدك؟ ايه طبعا، ما بتريح الخارج لانه المسيحيين، بس الوحدة الشيعية مقبولة، والوحدة السنية مقبولة، والوحدة الدرزية مقبولة، بس الوحدة المسيحية مش مقبولة. المسيحية مش معيدة لانه بيصيروا المسيحيين بيجي بيقول لك ليه عم بيحاربوا مشان العون، ما بدهم عهد الأول، ما بدهم رئيس أول. بخبرك الموارنة أشداء بالحرب وصعبين بالسلم. أشداء في الحرب وصعبين بالسلم. أنت قصدك تقول في شيء كلمتين بدك تستعملهم كنت غير هيك. لا هاي بدك تستعمل هاي لسبب الخارج يصعب على التعامل مع الموارنة ومع المسيحيين لأنهم استقلاليين. إن شاء الله بضلوا هيك بإذن الله، كل المسيحيين والمسلمين مع بعض، ونخلص من الأجواء الصعبة. صحيح. والأجواء القاسية. أستاذ كريم، أنا بدي أشكرك جدا، غنى دائم. أنا بدي أشكرك دائم، وأنا بدي أشكرك لأنه أخذتني إلى مواضيع ما كانت على خاطري، بس كان ضروري نحكي فيها. إن شاء الله. مرسي أسيس كريم، شكرا لك، الله يقويك ويحفظك ويطول عمرك،
ألف تحية لك، وأنا هلأ أخرناك عن موعد لك، لكن نشكرك لأنك كنت معنا مشاهدينا الكرام. أحد مبارك، بون ديمانش، بون ديمانش.